سامي العدل، سيرة المحبوب، اتولد في قرية كفر عبد المؤمن في محافظة الدهقلية في 2 نوفمبر عام 1946. اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية ليصبح واحد من أشهر نجوم السينما والتلفزيون في مصر. سامي توفيق العدل، أو زي ما بيسموه الجميع سامي العدل، ما كانش مجرد ممثل موهوب، بل كان مخرج بارع وصاحب رؤية إنتاجية. بدأ مشواره الفني في السبعينيات في القرن الماضي، واستمر تقديم أعمال مميزة حتى رحيله. كانت ليه بصمة واضحة في العديد من الأفلام والمسلسلات، واللي كان بينها كلمة شرف في عام 1973، وعصابة حمادة وتوتو في 1982. وما اقتصرتش أعماله على التمثيل بس، بل امتدت للإخراج والإنتاج، وأسس شركة الإنتاج العدل جروب. وفي السنوات الأخيرة من حياته شارك في أعمال بارزة، واللي كان منها بين السرايات حارة اليهود عام 2015، مسلسل سيرة الحب، فيفا أطاطا، وظهر في مسلسلات زي الداعية في 2013 وشارع عبد العزيز في 2011. كانت ليه شراكات مميزة مع كبار نجوم الشاشة زي يسرى وهشام سليم، وده أضاف لأعماله بريق خاص وزاد من شعبيتها. شركة العدل جروب اللي أسسها أصبحت من أهم الشركات في مصر، ونجحت في إنتاج العديد من الأعمال الناجحة واللي حازت على إعجاب الجماهير والنقاد. وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة في 10 يوليو عام 2015 فقدت الساحة الفنية المصرية واحد من أعمدتها بوفاة سامي العدل عن عمر يناهز 68 عام. اتوفى بالمركز الطبي العالمي نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية وضعف في عضلة القلب. شيعت جنازته في مسجد الرشدان بمدينة نصر عقب صلاة الجمعة، وتم دفنه في مدافن الأسرة تاركا وراء إرثا فنيا سيظل خالدا في ذكرى السينما والتلفزيون المصري.